خروج للديناصورات ودخول للأسماك. أدت حادثة الانقراض الجماعي إلى انقراض أعداد كبيرة من الكائنات الحية على سطح الأرض، وكان من أهمها الديناصورات، لكن ساهمت بالوقت ذاته في هيمنة بعض الأنواع الأخرى، حيث تعتبر سلالات وأنماط الأسماك التي كانت تهيمن على البحار والمحيطات قبل حادثة الانقراض مختلفة تماما عن تلك الموجودة حاليا. لتتعرفوا أكثر على هذه السلالات وعلى أكثر أنواع الأسماك انتشارا في وقتنا الحالي، تابعوا المقال التالي. نوع جديد من الأسماك بدأ هيمنته البيئية بعد حادثة الانقراض التي حصلت في نهاية الدور الكريتاسي الطبشيري وبداية الباليوجين، حيث توصل عدد من الباحثين إلى أن الأسماك ذات الزعانف الشعاعية هي أكثر الفقاريات عددا وتنوعا، فقد بدأت هيمنتها البيئية في المحيطات منذ ما يقارب 66 مليون عام. وبمساعدة حادثة الانقراض الجماعي، هي نفسها الحادثة التي أدت للقضاء على الديناصورات، أصبحت هذه الأسماك حالياً متنوعة بشكل كبير ومنتشرة على نطاق واسع. تظهر دراسة المستحاثات أن غالبية هذه الأسماك لم تتطور وتتقدم إلا مؤخراً، وذلك في 100 مليون سنة الأخيرة. وأظهرت تحاليل مستحاثات الأسنان المجهرية الموجودة في رسوبيات عدة مناطق من أنحاء العالم أن الأسماك ذات الزعانف الشعاعية لم يبدأ انتشارها بشكلها الفعلي إلا بعد حادثة الانقراض. تصنف 99% من جميع أنواع الأسماك في العالم من الأسماك الذهبية إلى التونة والسلمون ضمن إطار الأسماك ذات الزعانف الشعاعية، وهي من الأنواع التي تمتلك نوعاً من الهياكل العظمية ولها أيضاً أسنان، ومن الممكن أن تحفظ في أعماق المحيطات على شكل مستحاثات. تعتبر حادثة الانقراض محركاً أساسياً في تصاعد هذه الأسماك، وهي السبب في هيمنتها اليوم على المحيطات، حيث كانت نسب الانقراض سابقاً منخفضة نسبياً بالنسبة للأسماك السطحية، ولكن وجد الباحثون أن هذه الحادثة شكلت نقطة تحول بيئية بالنسبة للفقاريات السطحية في معظم المحيطات المفتوحة في الدور الكريتاسي، فقد كانت تعتبر هذه الأسماك صغيرة ونادرة نسبيا مقارنة مع نظيراتها في عصري الباليوسين والأيوسين. لقد بقيت أعداد أسماك القرش ثابتة في المحيطات قبل وبعد حادثة الانقراض، لكن ارتفعت نسبة أسنان الأسماك ذات الزعانف إلى أسنان القرش تدريجياً، فتضاعفت أولاً، ثم أصبحت أكثر بثمانية أضعاف بعد حادثة الانقراض. يوجد الآن حوالي 30,000 نوع من هذه الأسماك في المحيطات، الأمر الذي يجعلها الأكثر تنوعاً وانتشاراً في الأرض والمحيطات. وحدد العلماء أن التنوع الرئيسي لها قد حدث منذ مدة تتراوح ما بين 50 و100 مليون عام. لم يتم الربط سابقا بين تنوع هذه الأسماك وانتشارها بحادثة معينة على مر الزمان، لكن ما تم اكتشافه هو أن الفترة التي بدأت فيها الأسماك ذات الزعانف بالانتشار والتنوع هي نفسها الفترة الزمنية لحادثة الانقراض. والملفت أنه عندما اصطدم الكويكب الذي يتوقع أنه سبب حادثة الانقراض أدى إلى تغير كل اللاعبين الأساسيين في المحيطات، حيث اختفت الزواحف البحرية الكبيرة، كما هي الحال بالنسبة للأمونيتات أيضا التي اختفت، وهي أنواع قديمة من الرخويات تشبه النوتيلوس، وهو الجنس الوحيد المتبقي منها. ويعتقد العلماء أن تلك الأجناس إما كانت مفترسة وتقوم بالتهام الأسماك ذات الزعانف، أو أنها كانت تتنافس معها على نفس المصادر والموارد الحياتية. والمثير للعجب هو سرعة تضاعف هذه الأسماك بالنسبة إلى القرشة بعد حادثة الانقراض، الأمر الذي يدل على تحرر هذه الأسماك من الافتراس أو من المنافسة على مصادر وموارد الحياة بعد الانقراض. لم تكن تعتبر الأسماك ذات الزعانف الشعاعية ذات أهمية قبل حادثة الانقراض، تماما كما كانت الحالة بالنسبة للثدييات على الأرض، فالثدييات وجدت على هذه الأرض قبل 250 مليون عام،
لكنها لم تصبح مهمة إلا بعد الانقراض الذي حصل، وهذه هي الحال بالنسبة للأسماك ذات الزعانف. ومن هنا نرى أن السلالات والأنماط التي كانت تهيمن على البحار والمحيطات قبل حادثة الانقراض مختلفة تماماً عن الموجودة حالياً، حيث ولدت هذه الحادثة الجو المناسب والبيئة الأنسب لانتشار مثل هذه الأسماك.